مرحبا بكم مشاهدنا الكرام، عدنا إليكم في بث مباشر جديد من ملعب أدرار. في هذه اللحظات لاعبي فريق حسني تقدير والمغرب التطواني يدخلون لأرضية الملعب من أجل خوض حصة حماق قبل انطلاق صفرة هذه المواجهة الحارقة التي تجمع بين الفريقين. فحسني تقدير مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية في هذا اللقاء إن أراد الابتعاد بشكل كلي عن المراتب المؤدية إلى قسم المظالم. وأيضا المغرب التطواني ربما يحتل مرتبة غير مشرفة ويحتل مرتبة بطبيعة الحال مرتبة متأخرة جدا ومتدنية في هذا الموسم، ومهدد بشكل أو بآخر من أجل النزول إلى القسم الوطني الثاني. وبالتالي فهذا الشيء اللي غادي يعطي يعني لمسه حارقه ولمسه استثنائيه لهذه المواجهه بين الفريقين. فالفريقين يصارعان، الفريقين جارحين، الفريقين باتا هذا الموسم مهددين بالنزول ولو نسبيا. فحسني تقدير من خلال 6 نقاط التي خطفها في اخر مواجهتين خاصه امام الجيش الملكي وشباب المحمديه حفزت اللاعبين نوعا ما وجعلت جرعه الامل تزداد لدى لاعبي حسني تقدير، فيما المغرب التطواني جريح هذا الموسم. المغرب التطواني لا زال ينزف والمغرب التطواني لا زال ينتظر ان تجود تحية لك أخي محمد. بطبيعة الحال فالشيء الواضح في هذه المباراة هو غياب الجمهور كما كنشوفوا من خلال يعني هذه المدرجات الفارغة. بطبيعة الحال فكما قلت فلاعبي فريق المغرب التطواني ينتظرون أن يجود القدر بنقاط 3 يضيفونها إلى رصيدهم من أجل المصالحة مع الجماهير ومن أجل أيضا ضمان مرتبة مشرفة ومرتبة تبعدهم عن الخطر المحدق بهم من خلال خطر النزول إلى القسم الوطني الثاني. فالمغرب التطواني عشنا معه سنوات حينما كان يمارس ضمن القسم الوطني الثاني، وكان يعني من الصعب جدا تحقيق حلم الصعود. فكلما يهبط يعني فريق القسم الوطني الثاني وإلا ونرى بأن الصعود يصعب جدا تحقيقه في ظل المنافسة القوية لكي يعرف هذا القسم. وبالتالي فأي فريق يعني لا يمني بتاتا باش انه اسقط القسم الوطني الثاني. هذا هو حال حسني تقدير والمغرب التطواني في هذه المواجهه، وهي مواجهه لا تقبل القسمة على 2. فحسني تقدير يمني النفس بان يخطف النقاط 3 خاصه وانه سيستغل الافضليه على الورق من خلال يعني انه يلعب بملعبه وامام انصاري رغم غياب الانصار. فانتم كتشوفوا يعني غياب شبه كل الجمهور، انتم فقط بضع عشرات من الجماهير هي التي تؤتت المدرجات. وبالتالي فاقل من نصف ساعه تفصلنا عن هذه المواجهه، وبالتالي فنتساءل اين الجمهور واين هي جماهير حسني تقدير. انتم كتشوفوا يعني فقط هذه هي الاعداد الحاضره الحدود اللحظه بدون لف ولا دوران وبدون يعني مزايدات. فجماهير حسني تقدير غائبه عن هذه المواجهه، وبالتالي فربما هي عوامل عديده اللي خلت الجمهور انه يغيب في هذا اللقاء، هي عوامل عيد الفطر وايضا صلاه التراويح، خاصه وان الكل يعني يحافظ بطبيعه الحال على هذه الشعيره الدينيه من خلال اداء صلاه التراويح ومن خلال ايضا الاستعداد ديال عيد الفطر اللي غادي يكون ان شاء الله يوم السبت ان شاء الله. ومره اخرى نجدد لكم التبريكات بمناسبه عيد الفطر المجيد، واهله الله عليكم وعلى كل الامه المغربيه وكل الامه الاسلاميه والامازيغيه بالهنا وبالراحه وبطبيعه الحال بالسكينة وبمزيد من الأفراح والمسرات على كل الشعب المغربي قاطبة من طنجة إلى القرقرات. عيدكم مبارك سعيد.
فهذه هي يعني أمسية رياضية بكل ما تحمل الكلمة معنا، أمسية اللي غادي تكون يعني غادي تعرف الإطار والتشويق، وغادي تعرف منافسة شديدة على أرضية الملعب من كلا الفريقين بحكم احتلالهم لمراتب متأخرة ضمن سبورات الترتيب، ويمكن أن نعتبرها قمة أسفل الترتيب بدون منازع. فالحسنية تستقبل على أرضها، والمغرب التطواني يمني نفسه بخلق مفاجأة من العيار الثقيل ربما يطيح بالحسنية في هذه المواجهة. فكل شيء ممكن ولا شيء مستحيل في كرة القدم، فعزيمة الرجال ربما تحقق نتائج إيجابية وتحقق نتائج غير متوقعة باتة. فهل سيقلب أتلتيكو المغرب التطواني الطاولة على حسنية أكادير، أم أن المغرب التطواني سيمنى بهزيمة أخرى تنضاف إلى سلسلة الهزائم التي حققها خلال هذا الموسم، والحسنية لن تكون بتلك الفريسة سهلة المنال أمام المغرب التطواني، فيما الحسنية ستصبو إلى كسب العلامة الثالثة ومن أجل الابتعاد أكثر من مخالب النزول من خلال تحقيق الانتصار الثالث على التوالي، رغم أن المهمة ستكون صعبة جدا أمام فريق يضم لاعبين متميزين. فلا يمكن أن ننكر بأن المغرب التطواني لديه تركيبة بشرية محترمة، تركيبة بشرية اللي ربما ستخلق الفارق في هذا اللقاء، ونتمنى حظ سعيد لكلا الفريقين. فدائما كما نقول الغلبة للأقوى، والغلبة لمن يعرف كيف يسيطر ومن يعرف كيف يستغل أنصاف الفرص من خلال الفرص التي ستتاح لكل فريق، وبالتالي فمن يركز أكثر ومن يعرف أن يستغل الجزئيات البسيطة اللقاء هو الذي ستمنح له النقاط الثلاث وسيفوز في هذا المباراة. فيما المدرجات ربما تبدو حزينة والمدرجات تبدو كئيبة في ظل غياب اللاعب رقم 12 اللي هو الجمهور، أنتم كتشوفوا فقط بضع جماهير هي التي تؤتي المدرجات، وبالتالي نتساءل بدورنا أين جمهور حسني تقدير في هذا اللقاء، هل هو جمهور مناسبات، هل هو عامل رمضان وعامل الاستعدادات لعيد الفطر هو الذي أرخى بظلاله في هذا اللقاء وجعل المدرجات تبدو على هذا النحو وتبدو شبه فارغة كما كنشوفه من خلال يعني هذا البث المباشر. فأيضا حتى على مستوى يعني هذه المنصة فحضور ضعيف جدا الجماهير، أنتم كتشوفوا يعني الحدود اللحظة المدرجات فارغة مع الأسف الشديد كما كنشوفوا من خلال يعني هذا البث المباشر، أنتم كتشوفوا جماهير غائبة كليا عن مدرجات ملعب أدرار في هذه اللحظات كما كنشوفوا معنا الحدود اللحظة مع الأسف. يعني أيضا الملعب يعني يتواجد بمنطقة خلاء، يتواجد بمنطقة بعيدة كليا عن مدينة أكادير، وهو عامل دائما ما ننبه له ودائما ما ننادي بتوفير يعني وسائل نقل لهذا الجمهور الوفي، لهذا الجمهور العاشق لكرة القدم. فالعديد من الجماهير يعني تمني نفس بالحضور يعني في ملعب أدرار، لكنها تصطدم بالواقع المرير الذي يعيش الملعب في ظل يعني تواجده في منطقة غير آمنة وفي منطقة ربما خلاء، منطقة يصعب الوصول إليها إلا بمشقة الأنفس. فيعني كثير من الجماهير اللي بطبيعة الحال اللي كنشوفوا أنها كتقطع يعني مسافة طويلة باش أنها توصل لهذا الملعب، يعني وغياب المواصلات، غياب يعني الترونسبور بطبيعة الحال، يعني الملعب كيخلي الجمهور أنه ما يفكرش أنه يجي الملعب مع الأسف الشديد، رغم أن الحسنية محتاجة في هذه الظرفية الحالية الجمهور ديالها، محتاجة يعني لكل مساندة الجماهير ومحتاجة الأنصار ديالها من أجل تحقيق نتائج إيجابية ومن أجل إسعاد الجماهير ومن أجل أيضا أنها تضمن البقاء ديالها ضمن قسم الوطني الأول بطبيعة الحال.
فكما اسفت سابقا في هذه المباراه ستعرف مجموعه من الغيابات الوازنه في صفوف فريق حسن تكادير، ولعل ابرزها غياب المهاجم الصريح اللي هو مهاجم حسن تكادير يوسف مهري اللي كيغيب على هذه المباراه بسبب جمعه ل 4 انذارات، وبالتالي فعبد العزيز كتوي سيدفع بلاعب بديل من اجل تامين الخط الامامي ومن اجل الابقاء على الحس التهديفي للفريق، لكن غياب مهري سيرخي بظلاله على تشكيله فريق حسن تكادير، وبالتالي سيؤثر نوعا ما على الخط الامامي من خلال ان كنعرفوا بان اللاعب مهري يتميز بسرعه وبدقه وايضا بتركيز امام الشباك، فكثيرا ما اقتنص اهداف قاتله في العديد من المباريات ومنح النقاط الثلاث لفريقه اللي هو حسنيه اكادير. فغياب مهري فكنتمنى انه ما ياثرش يعني بذاك الشكل اللي كنا كننتظروا باننا نرى يعني فريق حسنيه اكادير بدون مركب نقص، لكن شاءت الاقدار ان يجمع مهري 4 انذارات ويغيب عن هذا اللقاء. فيما بطبيعة الحال يعني غادي نشوفوا بطبيعة الحال من خلال يعني التشكيلة ديال الفريقين، ف حسنية تكادير يدخل بالتشكيلة التالية في حراسة المرمى نجيد الجرباوي وأيضا نجيد جلال طشطاش وفيدي سالم بن شوق وحمزة أفصال وجمال الشماخ و كاتي كاتالوندي ومحمد الشيخي ومبيلي جونيور، ربما مبيلي جونيور هو الذي يعوض مهري في هذا اللقاء. ايضا حضور عبد العزيز قيدي كما اسلفت ذكرا، فعبد العزيز كتوي سيعتمد على التشكيله التاليه بطبيعه الحال مبيلي جونيور وعبد العزيز قيدي في الواجهه الاماميه لفريق حسنيه تكادير وايضا حسام السويسي. فيما نجد في دكه الاحتياط كل من الحارس الثاني هشام المجهد وحمزة القلعي وأيوب الخضر ورضا الزمراني ومهدي الخلاطي وأيضا محمد بخاش وأيضا محمد جعواني وعبد الله بوخنفر وإلياس القاعدة. فيما المغرب التطواني يدخل بالتشكيلة التالية: محمد صابير، زهير مارور وزيد كروش ومحمد سعود وعبد الوهاب رشدي وحذيفة المحساني ومحمد رضواني وياسين جبيرة وكمال محمد وحمزة غطاس ويوسف الهواري. فيما في دكة الاحتياط نجد كل من لميز محمد سعيد وعديل الحسناوي ومحمد حمامي ومعاد كرمون ومعاد غولوس ويوسف ردي ومحسن أبا وأيوب الودغيري وأيوب الودغيري وسليمان درويش. هذه هي التشكيلة ديال الفريقين بطبيعة الحال. فعبد الهادي السكيتيوي دفع بمبيلي جونيور والقيدي في الخط الأمامي للفريق من أجل تعويض غياب يوسف مهري في هذا اللقاء كما كنشوفوا من خلال يعني التشكيلة التي أمامنا. فحضور جل العناصر ديال الفريق حسن تكادير باستثناء يوسف مهري لعله أبرز غائب عن هذا اللقاء، وبالتالي نتمنى التوفيق لكلا الفريقين سواء فريق حسن تكادير الذي يستقبل المغرب التطواني في هذه المباراة اللي غادي تنطلق عند حدود الساعة 10 من ليلة اليوم. بالتالي هي قمة أسفل الترتيب بكل امتياز. أنتم كتشوفوا الجمهور يعني يلاه بدا كيتوافد على الملعب من خلال يعني هذه الصور التي ننقل لكم هنا من ملعب أدرار بمدينة أكادير. كما كنشوفوا يعني المدرجات لا زالت تبدو فارغة نوعا ما، أعداد قليلة جدا من الجماهير التي تحضر في هذا اللقاء كما كنشوفوا من خلال يعني هذه المشاهد التي ننقل لكم هنا من ملعب أدرار بمدينة أكادير.
رشيد علينا ليك. قرصة الكونسيرت في ذاك، هاك قرصة الكونسيرت في ذاك. كي يحفظ ربي الله يعطيك الخير. ها؟ يا الله. واحد الغيبة؟ مش كتير. لا أصلا مع التراويح العيد فهمت. حسيت لأن التراويح العيد. مش تدرى كلها تفتشي كلها. والعيد كبير 2015 غسل هذا الراي ماتش اصبح العيد كبير حتى انا ما كنتش نطلع 2015 برمجه انت فين في النهار غير هذا جمهور ما لقات انت غير لقات انت غير ما يعني ما نجم الاربعاء الساعه الواحده انا شفت النهار غير مزيان مساء الخير أيها الجمهور الكريم، نرحب بحضراتكم ضمن أطار الجولة 24 من مركز البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم الأردنية، وكذلك اليوم يستضيف في هذا اليوم حسنية أردير فريق المغرب التقني. الزوج الأول الجد لاتحاد النصارى بالمقابلة جولانت النيرات ستروك ميكسين ليكتر في حسنية أردير يربط المغرب التقني والترسل 29 في بطولة مدرسة كوتنبار إن. تشكيلة فريق حسن الأردير تنبهت لعب التربيط الحسن الأردير في حراسة المرمى مهدي جوربوي رقم 22 جلال قشقش رقم 25 فادي بوشوي رقم 25 أفسان رقم 23 جمال شماخ رقم 29 كاتي كاميروني رقم 97 محمد الشيخي رقم 99 جيليان بيري رقم 17 عبد العزيز القيدي رقم 55 أشرف مرزاق رقم 8 حسين السيسي والمدرب السيد عبد الهادي السكتيني. تشكيلة فريق المغرب التطواني تنبهت لعب التربوت المغرب التطواني في حراسة المرمى محمد صابر رقم 28 زهير مارول رقم 10 زيد كروش رقم 3 محمد سعود رقم 74 عبد الوهاب بوشدي رقم 22 حذيفة المساني رقم 19 محمد رضواني رقم 37 ياسين جبيرة رقم 11 كمال محمد رقم 99 حمزة غطاس رقم 7 يوسف الهواري المدرب السيد جمال الدين دريب. الطاقم التحكيمي للمقابلة حكم الوسط السيد جمال بالبصري بمساعدة شوال سحمدي وأدم الشجعي الحكم الرابع أحمد الدكتور حكم الفار كريم الصدري بمساعدة محمد رباني.